بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، سيدنا محمد الآلي وصحبه المسلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضل إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش نحاولوا نديروا بحال جو برو هادو. هاد الحزام هذا اللي كاد كيهز هو كي أبورتي ديك الكاميرا هادي. أوكي، كاين فيهم بزاف تاع الأنواع. مثلا هذا كاين اللي كيديروا في لي كاسك بحال هاد الشكل هذا. اوكي، اذا الكاميرا ديجا هي غاليه، وباش انك تشري حزام ديالهم حتى هو غالي. ف تلقيت انه غادي نقام بزاف، ففكرت في واحد الفكره انني انا نخدم بحال هذه، ومش انه ما تنقامليش تنقاملي في اقل بري يكون ما كنكونش طالع، يعني في متناول الجميع. ونستغل الكاميرا، ما غاديش نشريها، نستغل غير التليفون ديالي. اي تليفون كيما كان داير، المهم تكون عنده لا كاليتي نتاع التصوير ديالو مزيانه باش تستغلها. واستعمل فقط واحد المرسوم تاع الجلد ودوك الحزامات نتاع الكارطابل اللي كتكون الموزيت، وبلوس داك البوشيت نتاع التليفون والتليفون ديالك اللي غادي تستعمل الكاميرا به. اذا لي بري ديالهم كنلاحظوا يعني طالعين بزاف صراحه. فنتمنى ان شاء الله انه تنال الاعجاب ديالكم على الطريقه. نشوفوها كالاتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معنا على شبكة نت أوريزون التعليمية. النهار واحد الكور من شكل ماليزا طبخ، غادي نقول لكم واحد الابتكار يدوي اللي كنشوفو هاد الشكل هذا بحال الطريقة نتاع الجيت برو. مثلا هادو كاين، هادو عندهم مثلا هاد الكاميرات هادو اللي كنشوفوهم، مي كيكونوا بحال دوك اللي كان تاع لي كاسكاد اللي كيديروا من بورتي. انا فكرت انا من نديرها، عندي محد، انا عندي التليفون، يعني اي واحد عنده تليفون تكون عنده لا كاليتي مزيانه يقدر يديرها بالطريقه هذه. خديت هادو بحال تاع الكرطاب اليمنيه واليسريه على الشكل هذا، وخديت هنا في الوسط درت لهم واحد الكتانه واحد الكوير هذه، ولصقت فيها هذيك اللي كنديروا فيها نتاع الجلده نتاع اللي كنديروها التليفون ديالنا. اوكي، اذا هاي مثلا هذا هو التليفون، فوالا باغ اكزومبل، وهذه اللي كتكون على الجنب نتاع اليد هذه. اذا وخيطتهم فوالا الطريقه هذه، خيطتهم فوالا. اذا كنلاحظ فوالا هذا هو التليفون، غادي ندخلو مثلا فوالا، وغادي هذه تركب هنا فوق، وهاد الزوج هادو غادي يدورو على هاد الشكل هذا. اذا غادي نحاول انني نخلف فوالا هكا. اي فوالا، اذا دابا نقد انني الكاميري على هاد الطريقة هادي. إذا كنت مشاو كان كاميري كنديرو لي كاسكاد الجبال الرحلات. إذا هاد الشكل هذا بروفيسيونيل، وهو فقط طريقة يدوية، ما تحتاجش بزاف نتاع الماتيريال باش أنك تستعملها. نتمنى أنه لين إعجاب ديالكم، ونشوفو دابا إن شاء الله التيست في على أرض الواقع. السلام عليكم. إذا فوالا كنشوف، إذا أنا البسكليت، إذا كنلاحظ، إذا ما كنستعملش يديا باش كان كاميري أول حاجة. ثانيا كتحكم في لاوتور نتاع الكاميرا كيما بغيت. مثلا انا في هذه اللحظه كيبان الكيدون نتاع البسكليت، الا بغيت انه ما يبانش يعني ما عليا الا نطلع شويه في داك اللي جاي في العنق. اوكي فوالا، على هذا الشكل هذا، اذا ما بقاش كيبان. اذا كتحكم فيه الفوق، وتما كتزيد فيه وتنقص كيما بغيت. اذا على هذا الشكل كنلاحظوا. ولا كاليتي نتاع لي فيديو، اذا انا غادي نديمينيها شويه باش ما تكون لا كاباسيتي ديالها شويه قليله من ابرو دي فيديو، سينو هي راها كاليتي اتش دي. نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم على الطريقه هذه، هي طريقه سهله وما غاديش تكلفكم بزاف. نتلاقاو ان شاء الله في دروس جايين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.